السلام عليكم يا شباب، ده آخر فيديو في مادة اللينجوستيك. يا ريت تبصوا كده على كده لحد ما أرد على التليفون المهم ده. ألو ألو معلش يا شباب، انا اسف لمكالمة مهمة بس ما اقدرش اقطعها. عند حضرتك الحاجات اللي حددناها داخل الكتاب، وده هيجي منهم 5 جمل في الامتحان، 5 من الملف اللي فات وخمسة من دول. ده عبارة فقط عن حاجات زيادة للي عايز يزود تقديراته، عشان بس ما حدش يقعد يوقوالي. 70 جملة من الفيديوهات اللي بتغطي المنهج اللي درسناه، 10 جمل دي حاجات إضافية. منها مثلا الاناليز سكور، حاجة اسمها تحليل الخطاب. مين الرائد بتاع تحليل الخطاب؟ هو زيليج هاريس. ده مين هو رائد اللغويات الديستريكسيونالة؟ عند حضرتك برضو اسمه الاناليز سكور ا كومونسي بار لكونت ديزيكو اوكيرانس، انه بدأ بيعد تكرار الكلمات. ايوه الجمل دي كلها صح، هو بس انا لو عكست يبقى غلط. يعني انا كاتب لك الجمل كلها صح، منها واحد بتغطي الجزء اللي انا بتكلم عليه وبتفهمك يعني ايه فكرته، وفي نفس الوقت بتدي الرساله الواضحه. في تحليل الخطاب لازم اعمل علاقه ما بين السوجي بارلون، الشخص اللي بيتكلم، والتكست وسوسيتي. طبعا صح. بونفينيستي وعلاقته بتحليل الخطاب. تحليل الخطاب في جملة رقم 7 يجمع مسارات أخرى كثيرة من العلوم. طبعا صح. تمام. دون لاناليز دي سكور لا سبجكتيفيتي، الحالة الذاتية للشخص المتحدث بتلعب دورا كبيرا في تحديد وجهة نظره. طبعا كل ال10 جمل دول بيتكلموا عن حاجة اسمها تحليل الخطاب. ماشي. وعندك اللانجوستيك دي مكتوبة غلط، بيعتمد على المهارات اللغوية والغير لغوية. طبعا صح. الانتي تكستواليتي التناص بيلعب دور. ايوه، انما يقعد يستخدم بالتاريخ وبالادب وبالحضاره عشان يبين وجهة نظره. اللونجاج فيجوري اللي هو الفيجير دو ستيل او الحاجات المستخدمه. طبعا العلاقات الاجتماعيه في رقم 14 والتاريخيه. ايوه، أنا عايزك تركز قوي على الكلمة بتاعت السبجكتيفيتي اللي هي سبجكتيف والحاجة الذاتية. طبعا في عندي حاجة اسمها لموبلا ليموفيد. ايه معنى الكلمتين دول؟ الموبلا اللي هي الكلمات اللي لها معنى وبتحمل معاني عميقة، ليموفيد اللي هي الكلمات اللي بتبقى دايما الروابط الأدوات ملهاش معنى. انا لما اقول مثلا قدام الكلمه اداه معرفه،
او اردناك ايه المعنى بكده، لكن هي اسمها مفيد، بتخدم كفائده قواعد لكنها لا تفيد في المعنى في شيء. الكونكتور للروابط، هل مي رابط؟ ايوه. هل يوجد انواع عديده من مي؟ ايوه. مي بتفيد الربط، مي بتفيد التعارض، مي بتفيد الريفيتاسيون الرفض، مي بتفيد الارجمونتاسيون انك يعني تحلل وجهه نظرك. ايوه. ديكو احد رواد فن الحجاج او التبرير؟ ايوه طبعا، اللي هو الارجمونتاسيون. هل تحليل الخطاب بيساعد على اعطاء احكام منطقيه؟ اكيد طبعا صح. في مصطلح اسمه اللونجاج سيركولار، ايه المقصود به؟ ان هو زي فكره الدايره، انك تستخدم حاجات بتفيد التكرار والعوده. هل البلان تيبوغرافيكا اللي هو الفراغ اللي بيكون موجود بين الباراجرافات وبعضها هي لغه؟ ايوه هي لغه، وبيستخدمها الكاتب انه يوصل بعض الافكار المعينه. هي ليبوز اونتر لباراجراف، دايما بتفيد في حاجه معينه. هي شوف لي بلان تيبوغرافيك، هي ليبوز بلانش، لي بلان تيبوغرافيك ليبوز بلانش. لمبرفي اللي توم دو لا ديسكريبسيون باسي، ايوه طبعا. لمبرفي اللي توم دو لا فيلياسيون انتر لو باسي اي لو بريزون، العلاقه بين الماضي والحاضر طبعا. لا سيونس، العلم اللي بيدرس الاسماء بصفه عامه اسمه اونوماستيك طبعا. العلم اللي بيدرس اسماء الاشخاص اسمه انتروبونيمي، ايوه. واللي بيدرس اسماء الاماكن توبونومي. في بقى ظاهرة لغوية اسمها أونوماتوبي. الأونوماتوبي دي المحاكاة الصوتية. ده كل الجمل اللي قلناها دي جمل صحيحة بتوضح وجهة النظر. هل الأونوماتوبي نوتيف يعني بتدي رسالة في الشعر؟ أيوه طبعًا. وأوضح فرع في الشعر بندرسه حاجة اسمها البويزي نيجرو أفريكان. الشعر الزنجي. اللي هم اخواننا الافارقه المتحدثين باللغه الفرنسيه. الاونوماتوبيليا المحاكاه الصوتيه مهمه جدا عندهم، لان هم بتوضح الثقافه بتاعتهم، زي ما في جمله رقم 35 وفي جمله رقم 36 وبتمثل في 37 احد المميزات الثقافيه الهامه. ايوه طبعا. ودايما الاونوماتوبيا على السينيفيان برضه صح. والحاجة اللي بتدرس الأصوات وتوظيفها في الشعر اسمها فونوستيليستيك، هي دراسة المعنى الصوتي. هي الصوتيات لها معنى؟ أنا لو بدرس مخارج النطق بتاع الصوتيات مش هقب معنى، لكن لو بدرس توظيف الأصوات جوه النص الشعري اسمها فونوستيليستيك، وكانت قديما تسمى فونولوجي. عند حضرتك اهوت هذا ملف كامل بالشرح بتاعه. وبكده يبقى انت كده حضرتك غطينا المنهج بالتطبيقات بتاعته، وقلت لك كمان كل جزئيه في المنهج هيجي منها قد ايه. يعني عشان بس اكون واضح وصريح معاك، عرض سريع برضو اهو. أربعين جملة. بالتوفيق يا شباب إن شاء الله. ولو حبيت أطلع معاكم محاضرات لايف للي عايز يسأل في أي حاجة، وأنا تحت أمركم كلكم ولادي، وربنا يا رب يا رب يكتب لكم التوفيق والنجاح وأعلى الدرجات إن شاء الله. يلا التوفيق إن شاء الله شباب. أنا أعرف إزاي